وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية. مرحبا بك سعادة السفير في نشرة أخبار الثالثة وتحديدا في استوديو مركز الأخبار. إذا تشهد العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية علاقات متطورة ومتقدمة ومستمرة كذلك، هل نتحدث بهذا الخصوص؟ في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة شؤون الإعلام ممثلة في تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة الكريمة، ويطيب لي بداية أن أتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإلى عموم الشعب المصري الشقيق بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي ما من شك شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي والمنطقة برمتها. عند الحديث عن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وبين جمهورية مصر العربية، فنحن نتحدث عن علاقة نموذجية ونموذج يحتذى حقيقة في العلاقات الدولية وتحديدا في العلاقات العربية العربية. هذه العلاقة المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تستلهم وتستمد قوتها ومتانتها من توجيهات ورؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واليوم نحن نشهد تعاون وتنسيق وتشاور على أعلى المستويات. صحيح. اليوم يعني نحن أمام أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تم التوقيع عليهم بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. ولعلي هنا أيضا أستذكر الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي إلى مملكة البحرين. نعم. والتي شكلت نقلة ودفعة نوعية أيضا في فتح مسارات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة بين البلدين الشقيقين. نعم سعادة السفير، دعنا نسلط الضوء أكثر على طبيعة العلاقات السياسية بين البحرين ومصر، وهناك رؤى مشتركة بين البلدين، نسلط الضوء أكثر على هذا الجانب. نعم سيدتي الفاضلة، نحن بدأنا العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية تحديدا في 5 يونيو 1972. نعم. ولكن هذا هو تاريخ إقامة العلاقات، ولكن العلاقة بين البلدين الشقيقين هي أعمق وأقدم وأعرق بكثير من ذلك التاريخ. صحيح. هناك يعني على مر التاريخ نعتبر دائما أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين. صحيح. وكذلك الحال مع الأشقاء في مصر. نعم. لدينا تطابق وتكامل في مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتحديات التي يمر بها العالم. لربما أكون عاجز أن أصف العلاقة بين البلدين في تصنيف معين سواء في لغة تعبيرية أو أكاديمية، لأن كما أسلفت الذكر بأن العلاقة نموذجية وتحتذى حقيقة في العلاقات الدولية. نعم. بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. اليوم نحن أيضا بالإضافة وتوازيا أيضا مع العلاقات السياسية لدينا علاقات اقتصادية متميزة جدا. صحيح. مع جمهورية مصر العربية، ولعلي أشير إلى المقابلة الصحفية اللي أجرها أخي العزيز سعادة السفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة السفير ياسر شعبان، عندما تحدث عن وجود طموح بنهاية العام المقبل 2024 أن نتجاوز حاجز المليار دولار في ميزان التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. نعم. اليوم نحن يعني قاب قوسين أو أدنى من الوصول للهدف. نعم. تقريبا اليوم الإحصائيات تشير إلى 820 مليون دولار. فبإذن الله الطموح مشترك مع الأخوة في مصر أن نتجاوز حاجز المليار في العام المقبل. أيضا لدينا مشروع واعد جدا وهو الشراكة الصناعية التكاملية. نعم. التي تربط مملكة البحرين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية من أجل تعزيز التكامل الصناعي بين هذه الدول الأربعة. نعم نتمنى طبعا التوفيق لكلا البلدين ومواصلة هذه الرؤى المشتركة والتوافق والانسجام ما بين البلدين الشقيقين. سعادة السفير أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.